لأن مطالبات الشعب ما زالت قائمة، فإن المشاركة بالانتخابات ما زالت مطلوبة. فما لمسناه من احتياجات الشعب في المجلس البلدي دفعنا للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة. كتب رسمية وشكاوي ولا شفنا أي شيء. المجالس السابقة عاشت حالة من الاحتغان وحالة من التوافق، ولكن الشعب الآن يريد الإنجاز ولن يقبل بعودة التأزيم، ولن تكفي حالة التوافق دون إنجازات. لمسنا خلال عملنا في المجلس البلدي عن قرب الأزمة الإسكانية، وساهمنا في تخصيص أرض جنوب الغيروان لصالح الرعاية السكنية، وأيضا إغرار مقترحنا بتوسعة موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني. زيادة الرواتب ليست رفاهية ولكنها حاجة أساسية مع ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وتحتاج خطة عمل مدروسة للتخفيف على المواطنين. إخواني وأخواتي أبناء الدائرة الأولى، أتمنى الحضور والمشاركة في يوم 4/4، وتختارون أفضل من يمثلكم في قبة عبدالله السالم. أخوكم عبدالله مرزوق الرومي.